السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد الله الدوسري. اليوم إن شاء الله جايبكم شرح لمحاضرة الكارديك سايكل جزئية الأول والثاني. في البداية هذه عبارة عن الأوبجكتيفز اللي راح نحاول نغطيها إن شاء الله في المحاضرة. أولا تعريف الكارديك سايكل. الكارديك سايكل هي عبارة عن all the events that occur in the heart during one beat. مدتها راح تكون 0.8 seconds، وراح تقسم إلى الايفنتس راح تقسم الى ميكانيكال ايفنتس والكتريكال ايفنتس. الالكتريكال ايفنتس اللي راح تمثل بالاي سي جي او بعباره عن بي كيو ار اس تي كومبلكس تصير قبل الميكانيكال ايفنتس، ونتيجه لها راح يصير عندنا الميكانيكال ايفنتس، واللي راح تقسم الى بريشر تشينجز، فوليوم تشينجز، هارت ساوندز، وايضا الفيزز في الكارديك سايكل. إذا جينا نتكلم عن الـ phases of the cardiac cycle راح نقسمها إلى atrial events و ventricular events. طبعا كلهم راح يصير عندهم systole و diastole، لكن الفرق إنه في الـ atrial systole راح يصير عندنا أقصر phase في الـ cardiac cycle، وفي الـ atrial diastole راح يصير عندنا أطول phase في الـ cardiac cycle. إذا جينا نتكلم زيادة عن الـ ventricular events راح قسمنا زي ما عرفنا إلى systole و diastole. في السلسلة راح يصير عندنا الايزوفوليومتريك كونتراكشن وايزوتونيك كونتراكشن او الاجكشن فيز. في الاجكشن فيز ينقسم الى رابيد اجكشن وسلو اجكشن. نفس الشيء في الفنتريكولار دايستولي راح يصير عندنا الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن والايزوتونيك ريلاكسيشن او الفيلينج فيز، تنقسم الى رابيد فيلينج، سلو فيلينج او دايستاسيس، وفي الاخير عندنا الليت رابيد فيلينج او الاتريال سيستولي. هنا بعض المصطلحات اللي نحتاج نعرفها قبل ما نتعمق زيادة في المحاضرة. الـ end diastolic volume وهو عبارة عن كمية الدم الموجودة في الـ ventricles قبل الـ contraction، والـ end diastolic volume هو عبارة عن كمية الدم الموجودة في الـ ventricles بعد الـ contraction، والـ stroke volume هي عبارة عن كمية الدم اللي طلعت من الـ ventricles خلال الـ contraction. راح يصير عندنا معادلة بسيطة من خلالها نقدر نقيس كفاءة القلب ونحدد إذا شخص عنده هارت فيلير أو لا، وهي الـ ejection fraction formula. هي عبارة عن كمية الدم اللي طلعت من القلب إلى كمية الدم الموجودة كلية، أو الـ stroke volume إلى الـ end diastolic volume، وهي في النورمال يعني بيرسون راح تكون between 60 to 65. في هذه الصورة إن شاء الله راح يكون فيها أغلب شرحها للمحاضرة. زي ما أنتم شايفين هذه عبارة عن مراحل كارديك سايكل، قسمناها 6 مراحل، وعندنا بشكل عمودي اللي الأشياء اللي راح تصير أو تتغير في الفيزات حقت الكارديك سايكل. عندنا الأورتيك بريشر، الأتريال بريشر، الفنتريكلر بريشر، والفنتريكلر فوليوم، إي سي جي، والفونوكارديجرام. طبعا الخطوات متشابهة في الليفت سايد أوف ذا هارت والرايت سايد أوف ذا هارت، لكن احنا بنتكلم عن الليفت سايد لانه يعني فيه يعني الاشياء المهمه اكثر. عندنا الليفت فنتريكل وعندنا الاورتا والليفت اتريوم، فتقريبا هي نفس الخطوات لكن الفرق هي في الضغط. طيب في البدايه الكارديك سايكل راح تبدا من خلال الاتريال ديبولاريزيشن، نرمز له بال بي ويف، راح تكون هذه هي. راح ينتج عنها الاتريال كونتراكشن. الاتريال كونتراكشن راح يزيد الضغط في الاتريوم، وانتج عن هذا بما يعرف بالاي ويف. زي ما انتم شايفين هنا او هنا، او اذا حابين تشوفون بعد هنا. طبعا زيادة الضغط هذه في اللفت اتريوم راح تسبب ان الدم ينتقل من اللفت اتريوم الى اللفت فنتركل، وبكذا راح تكون عندنا انتهت مرحلة الاتريال سيستولي. بعد كذا راح يبدا عندنا الكيو ار اس كومبلكس زي ما تشوفونه هنا، واللي راح يرمز الى الفنتركلر ديبولاريزيشن، ينتج عنا الفنتريكلر كونتراكشن، وبدوره الضغط في الفنتريكل في اللفت فنتريكل راح يزيد ويوصل الى مرحله انه يكون اعلى من الضغط في اللفت اتريوم. في هذه المرحله الميترال فالفز راح تقفل باتجاه اللفت اتريوم، ومن هنا راح نسمع اول صوت من اصوات القلب وهو الاس 1. طبعا رجعت الفالفز هذه الى اللفت اتريوم او الرايت اتريوم حسب يعني الجهة من القلب، راح تسبب عندنا السي ويف زي ما تشوفون هنا او زي هنا. بعد هذه المرحلة اللفت فنتركل راح يكمل الكونتراكشن،
لكنه راح يكون في حجرة مغلقة، بما أن الميتال فالف مقفل وأيضا الأورتيك فالف لسه ما فتح، فالضغط فيه راح يزيد والدم ما راح يقيل بما أن يعني الفالف مقفلة، فراح تسمى المرحلة هذه بالأيزوفوليومتريك كونتراكشن. المرحلة هذه راح تنتهي لما الليفت فنتركل الضغط حقه راح يزيد ويوصل إلى مرحلة أنه يكون أعلى من الضغط في الأورتا، وهنا راح تفتح عندنا الأورتيك فالفز وتبدأ عندنا مرحلة الرابيد إجكشن. في هذه المرحلة الليفت فنتركل راح يكمل كونتراكشن، لكن ما يقدر نسميه أنه في حجرة مغلقة، يعني بما أن الأورتيك فالف فتح. فرق الضغط بين الليفت فنتركل والأورتا راح يدفع الدم انه ينتقل من الفنتركل الى الأورتا، وكمية الدم اللي راح تجي للأورتا راح تكون أعلى من كمية الدم اللي راح تطلع منه للسيستميك سيركليشن، بالتالي الأورتيك بريشر راح يزيد ويصبح مقارب جدا للليفت فنتركل بريشر، اللي راح بدوره يوصل إلى أعلى مراحل اللي هي 120. وفي هذه النقطة اللي هي 120 راح يبدأ عندنا التي ويف، أو راح ترمز لنا بالفنتريكولار ريبولاريزيشن وينتج عنها الفنتريكولار ريلاكسيشن. نتيجة لها الضغط في الفنتريكل راح يقل، وبما أن الضغط في الأورتا مرتبط بالضغط في الليفت فنتريكل فراح يقل هو أيضا وتقل مع سرعة الدم، ونسمي المرحلة هذه بالسلو اجكشن فيز، إلى أن يوصل الضغط في هذه المرحلة في الأورتا أنه يكون أعلى من الضغط في الليفت فنتركل. هنا راح تقفل عندنا الأورتيك فالف، نسمع الصوت الثاني من أصوات القلب وهي الـS2. هنا راح تنتهي عندنا مرحلة السلو إجكشن، تبدأ المرحلة اللي بعدها اللي هي الأيزوفوليومتريك ريلاكسيشن، سميناها بالأيزوفوليومتريك ريلاكسيشن لسبب أن الأورتيك فالف مقفلة وأيضا الميتال فالف لسه مقفلة، فحجم الدم في الليفت فنتركل ما راح يتغير، فعشان كذا صارت ايزوفوليومتريك ريلاكسيشن. وبما ان يعني الفنتركل قاعد يصير له ريلاكسيشن فطبعا الضغط فيها راح يقل. واذا ركزنا في الليفت اتريوم راح نلقى ان الفينس ريتيرن اللي يجي له من البلمونري سيركليشن راح يسبب زيادة الضغط فيه وينتج لنا ما يعرف بالفي ويف. طبعا راح نوصل الى المرحله ان الضغط في الليفت اتريوم اعلى من الضغط في الليفت فنتركل، هذا راح يسبب لنا الاوبننج في ذي ماترال فالفز، والدم راح ينتقل من الليفت اتريوم الى الليفت فنتركل بسرعه عاليه، وراح اسمي المرحله هذه بالرابيد فيلنج فيز. طبعا سرعه اصطدام الدم من الجاي من الليفت اتريوم الى الليفت فنتركل بالجدار العضلي للليفت فنتركل راح يسبب لنا الصوت الثالث من اصوات القلب والاس 3، وهو بسبب سرعة الدم. مع مرور الوقت كمية الفينس تيرن الجاية من البلمونري سيركليشن إلى الليفت آتريوم راح تكون أقل مقارنة بالكمية السابقة، يوم كان الليفت آتريوم مقفل، فراح يقل الضغط فيه وأيضا راح تقل سرعة تدفق الدم اللي تنتقل من الليفت آتريوم إلى الليفت فنتركل، نسمي المرحلة هذه بالسلو فيلينج فيز. راح يكون عندنا ما يعرف بالواي ويف زي ما تشوفونه هنا عندكم، أو هو هنا يعني لكن يمكن إنه مو واضح. تبدأ عندنا المرحلة اللي بعدها واللي هي مرحلة الأتريال سيستولي من جديد، واللي زي ما عرفنا من قبل إنها بسبب البي ويف وينتج عنها الأتريال كونتراكشن، وتبدأ عندنا الهارد سايكل جديدة. طبعا في الصوت الرابع من صوت القلب راح يكون مسموع في حالة الاتريال سيستري لما يكون عندنا ستيفنس في الفنتركل، وطبعا هذه حالة مرضية. طيب هنا نقطة نحتاج نعقب عليها على السريع، وهي الأورتيك بريشر. الأورتيك بريشر راح ينقسم إلى قسمين، القسم الأول راح نسميه بالأسندنج كيرف أو الأناكروتيك ليمب، والقسم الثاني راح نسميه بالديسندنج كيرف او الكاتاكروتيك ليمب. الكاتاكروتيك ليمب راح نقسمه الى 4 اجزاء، الجزء الاول راح نسميه الرابيد ديكريس ان ذا اورتيك بريشر، راح يكون
راح ينتج عنه، راح ينتج بسبب الليفت فنتركل ريلاكسيشن اللي راح ينتج عنها ان كمية الدم اللي جاية للأورسة راح تكون أقل من كمية الدم اللي طالع منه، فهذا راح يسبب لنا نزول في الأورتيك بريشر. بعد كذا راح يصير عندنا مرحلة لما الأورتيك فالفز تقفل، الإغلاق حق الأورتيك فالفز هذا راح يسبب لنا أنه يكون في فراغ مفاجئ بين الأورتا والليفت فنتركل، هذا بدوره راح يسبب أننا عندنا يكون عندنا هبوط حاد في الأورتيك بريشر، راح نرمز له بالدايكروتيك نوتش. وزي ما نعرف ان الاورتا هو عبارة عن الاستيك ارتري، فالالاستيك ريكولينج حقه راح يسبب لنا زيادة بسيطة في الاورتيك بريشر، وراح نسميه هنا بالدايكروتيك ويب. وبما ان الدم ينتقل من الاورتا الى السيستمك سيركليشن، فالضغط في الاورتا راح يقل لان كمية الدم عنده قلت، وهنا راح يصير عندنا السلو ديكريس ان ذا اورتيك بريشر، او هي المرحلة الجزء الرابع. هذه الجزء الأول الرابد decrease in the aortic pressure، ثم عندنا هذه ال diacritic notch، ثم ال diacritic wave، وفي الأخير عندنا ال slow decrease in the aortic pressure. هنا راح يكون عندنا ما يعرف بال volume pressure loop، وعبارة عن علاقة بين ال volume الموجود في ال ventricle وال pressure اللي راح يتولد بسببه. فزي ما واضح عندنا كل ما زاد عندنا الفوليوم زاد البريشر في الفنتركل، لأن نوصل إلى مرحلة إلى أن نوصل إلى مرحلة أن الفنتركل ما يقدر يستقبل دم زيادة، وهذه تعرف بالاستمناء. هنا عندكم في المنتصف باللون الأحمر هو الوضع الطبيعي للفوليوم بريشر لوب في القلب. الصور هذه راح تورينا التأثير اللي راح ينتج بسبب تغيير في البريلود والافتر لود والكونتراكتيليتي على البريشر فوليوم لوب. فزي ما هو واضح عندنا في الصورة اي، اذا زاد عندنا بريلود راح يصير عندنا شيفت تو ذا رايت، اذا زاد عندنا الافتر لود راح يصير عندنا ابورد شيفت، واذا زادت عندنا الكونتراكتيليتي او الاينوتروبيك افكت راح تزيد، راح يصير عندنا ابورد شيفت وشيفت تو ذا ليفت ايضا. وهذه صور إضافية توضح لكم الفروقات بين كل تأثير على الفوليوم بريشر لوب. طيب هنا عندنا في الصورة بعض الابنورماليتيز في الاي ويف. أول شيء عندنا الاليفيتد اي ويف راح يكون عندنا في حالة تراكسبيد ستينوسيس زي ما واضح عندنا، أو في الديكريس فنتركلر كومبلانس. الحالة الثانية وهي الكانون اي ويف راح تكون في حالة إما لاتريال فنتركلر اي سينكروني، أو في حالة الكمبليت هارت بلوك زي واضح عندنا هنا في الصورة الكانون اي ويف. والحالة الأخيرة وهي الابسنت اي ويف تكون في إما يكون عندنا الاتريال فيبريليشن أو الاتريال فلاتر، وهذه زي ما واضح عندنا الابسنت اي ويف. بكذا يكون وصلنا عند نهاية المحاضرة، كان معكم أخوكم عبد الله الدوسري من تيم الفسيولوجي. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.